طيب عشان نعرف اخبار وتفاصيل اكتر بخصوص فريق النادي الاهلي النهارده وبالتحديد التدريبات اللي بتجرى في هذه اللحظات وانا بكلمكم، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. طمنا يا كريم على استعدادات النادي الاهلي ومران النهارده، الامور ماشيه ازاي؟ بالفعل امير، بيستأنف النادي الاهلي تدريباته المستمره والفتره اللي يمكن نقول البدنيه الاولى او فتره الاعداد الاولى اللي على ملعب مختار ستيتش، مستمره بتدريبات بدنيه من مستر مارتل لاسارتي. يمكن درجه حراره الشمس قويه شويه النهارده، التدريب كان في تمام الساعه الخامسه اتاخر يمكن 25 دقيقه او 20 دقيقه لان الشمس كانت قويه شويه، لكن بدا التدريب كالعاده ببعض الاطالات ببعض الجري، فقرات تدريبيه وبرنامج موضوع من الجهاز الفني. لكن من الحاجات الاكيد اللي احنا لفتت نظرنا النهارده وبنطمن عليها جمهور النادي الاهلي هو ظهور جونيور اجاييه ووليد ازارو من جديد، بيعود بعد فتره انتهاء الراحه اللي كانت طبعا حصلوا عليها مع باقي فريق النادي الاهلي. تواجدوا النهارده، ادوا بعض التدريبات البدنيه، نزلوا الجيم، ودلوقتي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها في تدريبات الكره بيشارك فيها بكل جديه وليد ازارو وجونيور اجاييه. التدريبات كلها اميره، تدريبات قويه، استعدادات قويه جدا، في نقص عدد شويه بيبان لكن بتبقى في جزء في الجيم وجزء في الملعب. يعني لو بنشوف التدريبات ممكن الناس تقول في نقص عدد شويه من الفرقه، لكن اللي فيه توزيع بيبقى قياسات جرعات تدريبيه في الجيم. بشكل عام الامور كلها ماشيه بشكل مطمئن، اللعيبه الحمد لله بدنيا تعيد قواها من جديد بعد فتره الراحه. لكن ايضا كمان نقطه هنطمن عليها، يعني في خلال لحظات علي لطفي شفنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود متوجه عليه، من الواضح ان في التدريبات مع الكابتن طارق سليمان كان فيه يعني تراي بيعملوا على كوره كده ايديه على ما اعتقد، يعني فيها حاجه او صباعه فيها حاجه، هنطمن اكيد من خلال طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن بسيطه. يعني انا شايف علي لطفي متواجد واقف، لكن هنطمن بشكل عام عشان يبقى التشخيص يعني عارفينه بكل دقه، التشخيص الطبي بجانب كل الامور دي، كل الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي مستمر امير زي ما قلنا، بكره تدريب الساعه 5، يوم الخميس هيكون فترتين، يوم الجمعه راحه، يعني برنامج موضوع حتى يوم السفر لسه 4 أو 5 من الشهر القادم، لسه ما تحددش ميعاد السفر بالتاكيد. طيب بالنسبه لمؤمن زكريا يا كريم، هل بيشارك في المران ولا لسه اصابه الركبه بالنسبه له يعني ما تعافاش منها بشكل كبير؟ على ذكر مؤمن زكريا، ودي النقطه اللي انا كنت هكلمك فيها برضو امير، مؤمن زكريا وصلاح محسن ونصر ماهر تغيبوا امس عن المران باذن من الجهاز الفني. حتى هذه اللحظه يمكن مش شايفين الثلاثي، باكد لك ان بتفيد بعض التدريبات في الجيم، عشان كده بعض الاخبار بتنزل ان ما يبقاش فيه اللعيبه متواجده او غابت عن المران، فايضا كمان منتظرين التاكيد. لكن هم عندهم قياسات بدنيه النهارده بالتاكيد يعني من الواضح ان هو في عشان غياب الامس القياسات البدنيه وتدريبات الجيم اللي كان مستمر عليها الجهاز الفني خلال الايام الماضيه، ظهورهم في ارضيه الملعب حتى هذه اللحظه لا لسه ما ظهروش، لكن من الواضح ان هم متواجدين في القياسات وفي الجيم مع الكسندرو مخطط الاحمال الثلاثي صلاح محسن ومؤمن زكريا، وان هم دول اللي بالتاكيد اللي مناصر ماهر اكيد معاهم كمان. يعني ابرز اللاعبين من قطاع ناشئ النادي الاهلي اللي بيشاركوا في المران النهارده وعددهم حوالي كام يا كريم؟ يمكن احنا شايفين طبعا بيبقوا 5 أو 6 لعيبه، يعني يمكن اول يوم النادي الاهلي عاد فيه التدريبات بنشوف عماره ميشو، بنشوف هشام تعبان متواجد، مهاجم مميز ده في الحقيقه هشام جدا يمكن اللعيبه المميزه جدا اللي مستقبل كبير بيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي، صلاح متواجد، احمد طارق سليمان كالعاده، مصطفى شوبير مع كابتن طارق سليمان، في عدد ووفره من قطاع الناشئين زي ما قلنا قبل كده امير، يمكن النقص العددي في التدريبات بيبقى محتاج مستر مارتن لاسارتي الجهاز الفني في وفره في التاكيد، ضم هؤلاء اللاعبين هيفيدهم خبره بشكل كبير جدا، وايضا كمان هيفيد النادي الاهلي خلال المرحله القادمه الفنيه والبدنيه وفتره الاعداد ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كان معنا زميلنا العزيز كريم احمد مرئيس قناه النادي الاهلي.